ارتفاع هو الأعلى منذ 4 سنوات لصادرات النفط الإيرانية خلال ديسمبر الماضي رغم العقوبات الأمريكية. فقد قالت شركة SBV International لاستشارات الطاقة إن صادرات البلاد من الخام في ديسمبر الماضي بلغت في المتوسط 1,137,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى سجلته الصادرات خلال العام الماضي. استنادا إلى القوانين الدولية، من الممكن التأثير على المبادلات البنكية وخلق مشاكل لعرقلة الصادرات النفطية، لكن لا يمكن تصفيرها. فصادرات إيران النفطية متواصلة وشهدت تزايدا مؤخرا عبر ابتكار طرائق البيع وكيفية استلام العائدات. وتقول الحكومة إن إيراداتها من الخام سجلت زيادة كبيرة خلال الأشهر 8 الماضية، ورغم التخفيضات التي تقدمها إيران لعملائها في السوق السوداء، فإن التقديرات تشير إلى أن تصدير 500,000 برميل يوميا يعادل ما قيمته 55 مليون دولار يوميا. بفضل مجهودات شركة النفط فإن الصادرات وصلت إلى الحد الأقصى في ظل العقوبات. هذا المستوى جد ضعيف مقارنة بحجم صادرات إيران الأصلية، لكنه في ظل العقوبات جيد ويوفر عائدات بالعملة الصعبة تحتاج إليها البلاد. ومع أن حجم صادرات إيران حالياً لا يزال بعيداً عن المستوى الذي حققته البلاد بعد توقيع الاتفاق النووي، لكن مؤشرات زيادة الإنتاج والصادرات هذه تعد خطوة لدعم الاقتصاد المعتمد على إيرادات الطاقة. زيادة قياسية في تصدير النفط في إيران مقارنة بالسنوات الماضية، خطوة يراها البعض إما نتاج عجز في منع التحايل الإيراني على العقوبات، أو رغبة غربية في سد نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات على روسيا لتفادي ارتفاع الأسعار. عبد الخالق الحمداوي، تي آر تي عربي، طهران.